ألو ماما، أنا ريم. ريم، شو يا أم إبراهيم؟ تلفنت لكم ريم؟ دخيلك دخيلك يا نجيبة، قلبي عم بيوجعني. البنت ما تلفنت، ورامي رح سأل عن سوها وأنت معي. ما حدا منهم تلفن. ليش قولك؟ ما تخافي رح يتلفنوا. أنت عايزك شي؟ أنا ما بدي شي، ما بدي شي أبداً غير اطمن على بنتي. هيدي أحلى مكنة بيض لأحلى شاب بالدنيا. مش عارفة كم بيشيلوهم، مالي نفسي الكل. ابني؟ هيك بدك تضلك طالب بوز على 3 سنين؟ لا أول بنت ولا آخر بنت بتشتغل. حاسس حالي ظلمت أمي. ليش عم تقول هيك؟ كان لازم خليها تسافر. أنا الرجال، أنا اللي كان لازم سافر وطلع مصاري مش هي. والفرصة إجت إلها هي مش إلك. مشكلتك بتجي الفرصة. ما هون المشكلة، مبلغ حرزان. قديش تقريبا؟ على 3 سنين 108,000 دولار. حرزانين، مبلغ حرزان. امي مش طبيعي تكون بعد ما تلفنت، رح يطلع الضوء. فوتي فوتي لجوا بلا فلسك، فوتي اعملي لنا ركوة قهوة. قالت لي بس ضغطت الطيارة دغري بدها تتصل فيني تطمني. لا تواخذوني مواعيدكم لهلا، بس قلبي عم بيوجعني، رح يطلع من مطرح. كان لازم تاخد معها تليفونها، على ليلي كانت بعتت منه رسائل. كمان سهى وماي ما أخذوا أرقامهم معه. شو بدهم فيهم يا أمي؟ ما رايحين فترة طويلة، بكرة بيحترقوا. أنا بقول تأخروا بالمطار أو شيء، وبكرة بكرة بيشتروا تليفونات وبيطمنوني. أنت أكيد يا صبري رحت عند أهلها لسهى؟ أه عم تكذب بما إنك جلادة. وحياة الله سألته. طيب يا جماعة، ننطر على بكرة وإذا ما اتصلت نشوف شو بنعمل. بدي أنا بعد بدي أنطر لبكرة. شو بكي؟ ما بيصفى كرمال قلبك، شو قد تعمل حركات؟ أنا رح أمشي، مننام وعبكرة نشوف شو بنعمل. ويلي بتلفن له ريم أول شي بيتصل بالتاني وبيطمنه قد ما كانت الساعة. ماشي؟ تصبحوا على خير. أنت من أهل. رانيا، ما صارت هالقهوة؟ أنت بشو بالك؟ يا دلي عليك يا بنتي ويلك. أنا طلبت عصير، موقفين على الوجه. أنا ما عبالي شي. لك هالبومة التانية، ولك قومي شو رأي صح صحيح، لك هم قاعدين بقصر. أنا بدي هيدا لونه حلو. دورك. ألو ألو ماما، أنا ريم. ريم حبيبتي، اشتقت لك يا حبيبتي. البيت فاضي من دونك، البيت فاضي من دونك يا حبيبتي. انت اللي حبيبتي، عم تنتبهي على حالك إلي كتير، ما تخافي علي. المهم انت خبريني، كل شي منيح معك لحد هلأ؟ كل شي ماشي الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. طيب ليه طولتي لحكتيني يا حبيبتي؟ حبيبة أمها ريم بحبها. هيك أنا اليوم نهاري كتير منيح، ما تفقسيني. ناقصني أنت.
أهلا يا أهلا وسهلا يا أهلا. أم إبراهيم صحيح ريم تلفنت وطمنتيك؟ مبلا من عبكرة. وما بتقولي ليه؟ تعرفيني بالي مشغول عليا. ما خطر عبالي وليه بده ينشغل بالك عليا؟ ولو شو كل هالقد أنا عاطلة؟ لا ما بقصد، بس ما كنت عارفة إنك بتحبي ريم هالقد حتى ينشغل بالك، بس هيك. وبخاف عليا كمان، هي والصبايا. شو بك يا أم إبراهيم؟ ما عشرة عمر أنا وياهن بهالمعمل. شو؟ هيك بدنا نضلنا واقفين مش رح تسقيني فنجان قهوة؟ تفضلي تفضلي نشرب قهوة على شرف ريم.